على مستوى الصحة، لا على مستقبل الأبناء ديالهم حاضرا ومستقبلا. وكيقولوا بأن هذا الإجراء غير صائب، غادي يزيد يضرب الاقتصاد ديال البلاد، غادي يزيد يضرب الشغل ديال الناس، غادي يزيد يضرب الصحة ديال المواطنات والمواطنين، يعني البدنية والبسيكولوجيكمون المغاربة راهم عياو بهذا الضرب وبهذا التعسف. ولهذا بحال واحد العدد الشعوب في العالم، الشعب المغربي شعب واعي وتعبر بكل صراحة وباين بأنه خايف على المستقبل ديال البلاد والمستقبل ديال هذا الشعب. وهذا الشيء خاص يعني المسؤولين يستمعوا ليه، أولا بإلغاء العمل بهذا الجواز ديال التلقيح، وسنرى ما يلزم فعله باش يمكن لنا نحافظوا على السلم والأمن في هذه البلاد، والحق في الشغل والحق في الكرامة، وأننا نصونوا الحقوق والحريات المغربيات والمغاربة. Shut up!